السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. اليوم حابة ندير شطيحة البطاطا. دونك هنا في المرميطة درت شوية الزيت، حوالي نص كاس تاع تاي، مع شوية برك تاع الزبدة. دوكا ندير البصلة تاعي، نقليها مع شويه الملح، هكذا ندير بلا الفولي ولا بلا لحم. ندير نص مغرفة صغيرة تاع الهريسة، اللي حابين يكون بزاف حار يزيدو، اللي يحبوا الحار. نزيد راس الحانوت، مغرفة صغيرة، نزيد ربع مغرفة صغيرة تاع فلفل كحل، مغرفة صغيرة معمرة تاع الكركم، نزيد فلفل احمر مغرفة صغيرة، باش ما يحرقش البصل ديروا شوية تاع الماء، هكاك حوالي 3 مغارف ولا قيس برك باش تقليوه. دوكا ندير لتر تاع الماء، نخليه هكاك يغلي الماء تاعي يسخن مليح، ومن بعد ندير طماطيش مصبرة، نديرها في شويه تاع الماء، ومن بعد نديرها هنا. دوكا نخليه هكا يغلي مليح. هنا عندي شويه الماء، دوكا ندير طماطيش مصبرة، دوكا ندير الماء هذيك اللي درت لها الطوماطيش مصبره، نديرها في المرميطه ديالي. ونخليه هكا شويه 10 دقائق ولا 15 دقائق، ونزيد ندير البطاطا اللي كوبيتها كيما هاك، نوريلكم هاي ليك. درتها دوائر هكاك 15 دقائق، 10 دقائق ولا 15، نديرها في المرميطة باش تطيب، ونولي فيما بعد باش نوريلكم كيفاش تكون. عندي 2 حبات بيض، دوك نضربهم كيما هاك مع الفرشيطة، نديرهم في المرميطة. نديرهم في المرميطة فوق البطاطا كيما هاك،
ونخليهم يطيبوا ونطفي الفرن، نطفي الكاس تاعي. هاي كملت، شتت حال البطاطا. ما تبقاش كما تعرفوا بلي البطاطا ما تبقاش بزاف باش تطيب، ما تطولش. نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم. الى عجبتكم الوصفة لا فيديو، ما بقى عليكم غير ديروا جيم بارتاجيو، وما تنساوش تشاركوا في قناتي باش يوصلكم الجديد من المزيد من الوصفات. وإلى اللقاء مع الوصفة الجديدة إن شاء الله.